السلام عليكم اخواني احبتي الكرام، كل عام بخير، عساكم عوافي. الله يجعل من هذا العيد اخواننا المسلمين خير وبركه، الله يجعل من هذه الايام المباركه نقول العطله لاخواننا غير المسلمين ايضا ان شاء الله سعاده وتوفيق. حبينا نبارك لكم هذه الايام الطيبه وهذا العيد اللي اتمنى ان يعم خير وبركه على العراق كله وعلى العراقيين بالداخل والخارج، وبالخصوص اخواننا اللاجئين. اتمنى لكم تكون اوقات عائليه طيبه ويسر علينا ويسر عليكم ان شاء الله ويوفقكم. تحياتنا من كندا لكم، اخوكم دكتور ليث ابو احمد. هاي الاروع، هاي اجمل اوقات عندنا في كندا ايام الصيف، حبينا نشارك لكم التهنئه هذه الاجواء الخارجيه. الله يحفظكم، السلام عليكم.